موعد مباراة الترجي الرياضي القادمة. الترجي الرياضي ضد ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي بإياب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا. والقناة ناقلة المباراة وملعب المباراة ونتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين. اهلا بكم من جديد بجدول مواعيد مباريات كرة القدم اليومية. رجاء قبل الدخول في التفاصيل الضغط على زر لايك اسفل الفيديو والاشتراك بالقناة لنستكمل معكم باقي تفاصيل المباراة. حيث انتهت مباراة الذهاب بين فريقي الترجي الرياضي التونسي وماميلودي سانداونز الجنوب افريقي بفوز وتقدم فريق الترجي الرياضي بنتيجة 1-0 عن طريق يان ميديرو ساس بالدقيقة 41 بالمباراة التي اقيمت السبت الماضي على الملعب الاولمبي حماد العقربي ليضع الترجي قدما بالنهائي. اما عن موعد مباراة الاياب بين الفريقين القادمة الترجي الرياضي ضد ماميلودي سانداونز تقام يوم الجمعة بتاريخ 26 أبريل 2024، وذلك في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية و6 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب وجرينتش. ويقام اللقاء على ملعب لوفتوس فيرسفيلد معقل فريق ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي بجنوب افريقيا. وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 5 وقناة سبورت تي في 3 البرتغالية. وفي نهاية الفيديو نتمنى التوفيق لشقيقنا الترجي الرياضي وصعوده للدور النهائي. في النهاية بتمنى منكم تشاركوني تعليقاتكم أسفل الفيديو وكمان تشاركوني توقعاتكم. تحياتي لكم جميعا وأشكركم على متابعتكم ليا.